هننشل على مين المرة دي؟ نجيبها في الواد توك توك. توك توك. ايوه يا عم توك توك، ما تستغربش، ده عيل ابن خبيث ولا يعرف يعمل معانا حاجه. اقول لك على حاجه، ايه؟ هات البندقيه. خد. عايزين نجيبها في حمامه ام غاده. حمامه ام غاده يا ابني؟ حمامه ام غاده دي اساسي. بص انت بس جهز نفسك. تمام. ما تنجز يا بلغه، من انت جاي تتدفى. تعال خد الازازه دي. اه اعمل لك ايه؟ ما انت اللي واقف غلط. Thank you.
معاك سجاير يلا. دور يا في قلب التوك توك هتلاقي فيها سجاير. شوف لي ولع. خد يا ابني اديله. شايل ولا عليا يا معلم. ما بيحب يشم ريحه الكبريت. خد يا انا صباح الخير. خلاص يا اخوانا عربيه المايه وصلت. بنسوق الجيركن بتاعي كده مصيبه يا رب. ريت بقى نحكي من بعض وما نداش على بعض. سكه. لان ممكن السما تكون مفتوحه والكل يروح في توكر. ها؟ حسب انت سعاد. اه يا بت. بقول لك ايه وعيني. هو كده الصلاه على الصلاه. ما حد يعلق رهان بقى. سيجارتين اول واحده هتعدي بيت مفلكحه ولابسه كده. مش ده ايه؟ انت ضارب حاجه؟ عليا النعمه انك دعم من اي حد. انا كفايه. خليكي ملكه معززه ولا اي فيلم شفتيه. انا دعم اللي في دماغي. ممكن ما يعرفش في دماغي يا مرمى كش امي تحت دماغي. مش بقول لك انك ضارب حاجه؟ ما تتلم بقى بدل ما الناس اللي شفش ده على دماغك. ده لانه صاحب بقى صوت حزين كده ومشروخ. ونعمل ايه بالكلمتين دول؟ هيرجعوا لي الحمامه ولا هيرجعوا لي الحمامه؟ ما انت اللي غلطان يا ام غاده، كنت تشاهد عليا وارميها في حله ميه. بس توك توك. ماشي يا فل. طب انا كل يوم بصحى من النوم الاقي حمامه ميته في القفص. طب يعني الراجل يعمل لك ايه؟ هيصحح لك الحمامه الميته؟ واد بندق واد نومك لسه معاني طعميه حاجه. بس يا بت. اعمل ايه في الواد اخويا اللي حصل؟ ما ده كل يوم جايب لي مصيبه جديده. بالراحه يا عم، بتغل كده ليه؟ جرى يا كوتش؟ انت خايف عليا ولا على الاجهزه؟ اتحرق يا عم الاجهزه، هي يعني بتاعتي انا لوحدي؟ ما انت شريك فيها. طب خلاص يبقى بالراحه بقى. مالك داخل طرش كده ليه؟ مين قلبك بره؟ انا كل ما اشوفك انت وهي ماشيين من بعيد استغربك قوي. اصل اللي يشوفك كده ما يقولش انك ليك في السكه دي. البنت دي بتشتغل يا كوتش؟
انت شطلع في دماغك. لا يا كوتش انا مش عبيط. البيت دي بتشتغلني وبتشتغل يا الواد منير وبتشتغل ابوها انها بنت متربيه اصلا بتشتغل المنطقه كلها من الاخر وابقى هبله لو ما فتحتها قدام ابوها. ها انا ممكن ابيع عليك الربع ده كله وانت عارف اني صاحبك. البنت دي مش زي ما انت ما بتقول عليها. كلف روبالي يا عم سيد. تمام. ما حدش بيرد يا عم سيد. ما تجيب علبة سجاير. عاوز ايه؟ صباح الخير يا حاج سيد. صباح الفل. ينفع علبة معسل؟ ينفع طبعا. لا ما يصحش ودي تيجي. بس ده كتير يا حاج. ولا كتير ولا حاجة. ما نعدمكش يا رب. السلامة. تصدق بالله أنا بقى ما أحبش الصبح بخلقتك دي على الصبح. ابعت لي عيل من العطلية بتوعك بسرعة. طبعا المنطقة كلها دلوقتي في انتظار العربية على أحر أحر من الجمر. خد يلا بلد. الحاج سيد عاوز ايه؟ ولا بلغم. زرار الانبوبه بتاعتي وترجعها تاني. أم أنت الحاج سيد يا باشا؟ هما اللي اتفقوا على الحاج سيد. واحدة الحاج سيد وواحدة زكي الكبير ولا مش عارفه. ما طلعش في دماغي يا عم منير، ده يقول لي الكوتش والبتاع. انت هتمثل؟ هو انت مفكر الكوتش لوحده؟ ده الكوتش وزاكي. ليلى يابا. طلع زاكي بره، زاكي في جيبي. وزاكي هيبيع الكوتش عشانك انت؟ اي خدمه يا برنس، ما ندوم سيجاره تانيه. انت لسه هاتف واحد. ورحمه امي، وقعت مني انا شله. طب ايه رايك لو عملت كده؟ اديك اللي انت عامله. تقف جنبها لحد ما تغير وصلتها لحد البيت.
عندكم كام انبوبه؟ ليه؟ بصي ده انبوبه الحاج سيد ودي انبوبه زكي. ماشي، دي كمان انبوبتكم اللي تقدر الحاج سيد، مش كده يا وزه؟ عربيه الانابيب وصلت. كل بيت فيه انبوبه واحده بس. فين يا عم؟ من عينيا الاثنين. لا انت تقوم. طب السلام يا عم. تمام، دول حبيتين يضربوا الفياجرا بالجزمه يا عيني. دول بقى يتاكل معاهم ايه؟ لا دول قبل الاكل بربع ساعه. ازيك يا عم كمال؟ اهلا يا ست الكل. ايه حكايه الانبوبه الثانيه اللي انت بعتها مع الولا بلغة دي؟ بتاعه ام وند. بقول لك يا عم كمال. نعم. مالكش سكه في المكنه بتاعه الايس كريم؟ اصل مالهاش عايزه هنا. في سكه كتير. بس المهم انت عايزها امتى؟ يلا كده ده على الريق. اقول عم سيد. ازيك يا زكي؟ ما شد لك صندوق وتقعد معانا. لا معلش شكرا، اصل ورايا غسيل. زكي بص لي هنا. ولا بلغم. ايوه. روح ودي الانبوبه دي البيت وقت المفاتيح، احنا في الجيم. حاضر. نعم. هي ايه الحكاية بالظبط؟ حكاية ايه؟ ايه حكاية الغسيل دي كمان؟ واحد عايز يغسل هدوم وليكي فيه؟ كل ده عشان قلت لك ان ابويا شاف غيراتك عندنا؟ ولا انت بتستعبط ولا ايه بالظبط؟ تلمي نفسك بقى يا بنت شوية. الله، مش كفاية سكت لك بعد ما شفتك انت والواد منير مع بعض؟ قطع لسانك! ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت تقول عليا انا كده؟ بطلي كدب بقى، بطلي كدب. ده انا عيني كانت هتتقلي عليكي والواد كان بيبص لك. والنعمة دي ما حصل. الأغنية اللي جاية على بالي حبيبي، على بالي حبيبي. تعرف بس اترسلني على بر يا زكي، مش عايزني قولي. بس ما تقعدش تعمل كده وتطلع عليا كلام. أنا مش عارفة تبقى مرة إيه يعني بتعمل فيا كده، ولا أنت عشان شايفني يعني مدلوع عليك ولا إيه بالظبط؟ كنت ده بقى اللي أنا لسه ببت أعجز منك 100 مرة؟ ما أنا أنت عايزة إيه دلوقتي؟ أنت كمان بتزعلي؟ فاصلي مدي إيدك عليا بتعمل عليا يا راجل؟ ماشي يا زكي. يلتقي اليوم فريق حي بحري والسلطان حسين. سيبك من الفرق التعبانه دي وتعالى العب مع حي بحري. ما انت لسه لعب مع السلطان حسين وخدت لك 4. وانت ايه مصلحتك في القصه دي يا نمس؟ مصلحتك هي مصلحتي يا كابتن. من الاخر انا مراهن على حي بحري. زعق فين؟ راح عند سعاد بنت خالتي. بتيجي تقف في مكاني هنا خمسه، رايح مشوار مهم وجاي. فريق حي بحري والسلطان حسين يقلقياني حصريا عصرا وسنوفيتش بالمعلومات لما تيجي ان شاء الله. مين الحكم؟ تشكيل الفريقين؟ ومعانا معلق المباراه وين؟ تعالى يا حاج، الوليه حلفت ما تحط ايديها في الاكله لما انت تيجي. تعبينك معانا يا حاج سيد. الانبوبه وصلت؟
هند وامها بيدعوا لك، ما هم لهمش غيرك يا حاج. البركه برضو فيك يا ابو اشرف. ازيك يا بنت هند؟ تعالى هنا اموريك. ربنا هو اللي عالم الواحد في قلبه ايه من ناحيتك يا حاج. شوف البنت لازقه للحاج ازاي. هو ابو اشرف ما بياكلش ليه؟ هو كده من ساعه ما جاله اللي جاله وهو بعيد عنك زي اللي زهد الاكل. يا ما اكلنا يا حاج. قومي ولعي لي حتتين فحم. استنى اما تخلص اكل الاول، الدنيا ما طرتش. طبعا، ما هي بعد ما تاكل. فاكر نفسك هتجري مني؟ صيعه هيثم. روح يا هيثم، امك بتدور عليك. هما ما وراهمش غير القلقاس. والله اللي معاه الكحل يتكحل، واللي مش عاجبه ما يطبخش القلقاس. لا يا اختي عاجبنا، بس ربنا يبعت عربيه الخضار اللي اتاخرت دي. بتحدى العالم كله وانا وياك. اغنيه اهداء من منير محسن وما قالش مين، لكنها اغنيه جميله للفنان الرباعي. بتحدى العالم كله وانا وياك، بقول للدنيا بحالها ان انا اخوان، انت حبيبي وقلبي وروحي معاك. عربيه الخضار وصلت. وصلت ام مصطفى حوالين عمل الولاس. في ولاس بالسلم وفي ولاس بالدمع. نيجي للطوار. نجيب القلقاس ونقطعه ونسقطه في الشوربه ونكون مجهزين السلق، وفي حته زبده مع فصين توم وشويه كزبره، الاضافه بقى معاه شويه كرات. ومستني رايك. وسبت يا بوك. ابويا قال لي اقول لك هاتيله معاكي معسل. يوه، قطع المعسل وسنين المعسل. وانا بنت هند اشربي. يا بنت امسكي ما تبقيش عبيطه اشربي. ادي المعسل بتاع ابو اشرف. بس ده كتير يا حاج. ولا كتير ولا حاجه.
وقبل ما تروحي خدي لك عداية خضار من فوق الوش ده رابش يمكن بايظ كمان. يلا تسلم لي يا حاج. انت بتستنيني. السلام. الله يسلمك. سكن ايد امك يا بيت. ايه خلاص؟ ما ايه دول ياض؟ قصده على قصتين. موت انت في زنة النسوان. النسوان ايه يا منير؟ دي الصبوه بتاعت كل اسبوع. بقول لك ايه يا منير؟ هو الكستبان بيلغي الابره؟ قصده على الحاج سيد. المهم شايف بينهم جو عالي قوي. رايح فين من النوم؟ راح بيها القفصين اللي طلعنا بيها. روح استحمى بقى. بقول لك ايه؟ ابعت لك شركه الميه. القعده جنبك تعصر العمر، شويه تعالى اشكله عليا. العب يا بت. والله انا حاسس ان دماغك دي فيها حاجه مش مظبوط. اه والله. اصلك بتحكي كده فجاه وبعدين طلعتي لوحدك. فرحنك لو ما عملتيش كده دلوقتي. طب بس انت عامل زي صاحبك كده، انتوا الاتنين تعز النكد زي عينيك. زكي، زكي ده زي العيل الصغير. مين ده اللي عيل؟ عيل ايه زكي اللي عيل؟ ده كفايه يبص لي بصه كده يحرقني وانا واقفه مكاني. نهار اسود. تشركتي الواد يا بنت سيد. طب وحياه ابوكي ما تلاقي ضفر رجله في الدنيا كلها. عربية الخضار مشي. اللي ملحقش بقى ياخد الأسبوع الجاي. هو الماتش ده راهنوا على إيه؟ العصير. اكتر من 30 مره على الموضوع. ايه الاخبار؟ اخبار ايه؟ انا لسه شفت حاجه. انا بكلمك عم منال. بص هيتجنن. الله عليك يا حبيب والديك. عاملني فرحش قلبي بروح امي. على موضوع روح يا ادرك قاعد السلك خليه يعمل لنا حس. دراعي سعاد ما سكتي الواد ده شويه ولا اديه لابوه. كنت فين يا زلمه؟ ماتش حلو قوي. تلعب الماتش الجاي؟ انسى. حاج ما تزنش. زكي هيلعب مع فرقة الهلال. الإرسال رجع مرة تانية. بحييكم في المباراة الهامة بين فريق الصقور بقيادة إبراهيم توتونة وفريق السد بقيادة كابتن فين الشاهد أنا؟ طب لكم يا جماعه انا عندي مشوار مهم هخلصه وارجع. الماتش الجاي يا حاج. فريق السهول يا جماعه. فريق متماسك. بص على المشروع. الحظ اللي دايما يلازمه. حبيب قلبي برنس المنطقه. فريق السد متقدم جدا 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 وانا شايف ان القياده اللي هي العليا من فريق السد قيادة متماسكة بتحب اللي بتعمله. بس عادي تكتب ده مغرور مش هوسع. في مرحلة الخطر
الدنيا بقت ضباب. الماتش ما فيهوش لعيب. هو الحاج سعيد واخد البيت دي وراح على فين؟ انا مش هعرف اهلي بمشوار زي ده. لا طبعا مش هعرفك انت، اذا كان جوز ابو قرون بنفسه ساكت وما بيتكلمش انت قال لي اللي هتتكلم. جرايه من اللي ما تلمي نفسك. الله، ما انا لما نفسي فيها زكي مالك. انت بتجحش كده ليه يا بت؟ اجحش؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ فيها زكي؟ انت عايز تعمل عليا راجل قدام الناس ولا ايه؟ قدام الناس وورا الناس وفي اي حته وفي اي مكان. فيها يا بت؟ ما تتكلمي بقى. ماشي يا سيدي كتمني. هي النعمه يا زكي، انت لو في الماتش ده كان زمانه خلص من الصبح. انت مع مين يا توك توك؟ مع النت. مع وانا معاك انت لافلي. اروح انا فين بعد البوقين دول؟ ده انا طايق مشوار. انا بعمل طياره، روح طلعنا في حته ناس بعيد اتفرج فيها على الماتش. يلا. ما انا الراجل غلبان. يلا يا بابا، ما تقولناش دماغنا يابا، يلا اتكل على الله. عاجبك انت الجو ده؟ الناس بعد كده هتزهق من ماتشات، ولو سكتنا على كده المصلحه هتطير والحكايه هتموت. خليك كده، انت عاوز ايه؟ من تعب كده ان يخش معرهان يحرق قلب امه. ولا انت خايف منه؟ المفروض يسموك نحله. بس النحله بتجيب عسل. بس انا هروح اقول له انك موافق. لافلي، حابب اشقه لك نصين. ولكن منتهى سوء الحظ لفريق السد، رغم ان هو فريق احمد شامم نفسه، ما حدش عارف يكلمه. هو مين ده شامم نفسه يا جدع؟ مين؟ بقول لك ايه يا ابو الكباتن؟ الكابتن شامم روحاني سكت امه ثلاث اربع سنين. زكي، ما تسمعش كلام الواد ده. زكي الواد عايز يولعها ويقف يتفرج. سوسه طب هم لقى حناك وروح اسأليه. ما تبطل بقى، انت مالك محروقه ليه؟ الله، سايبينها لك يا ابن الحبيس. الماتش الجاي رهانه اللحمه كبير المنطقه. من عندي. انت بعزقتي الكلام في الارض يا راجل. انت اللي خليتيني اهزقك. بس على فكره شكلك وانت متعصب، يعني انا مش عايزه اقول قمر النهمه. قمر حته منوره. ايه رايك في ماتش بيني وبينك؟ ومالك سخنان كده؟ يعني هتلعب؟ ماشي هلعب. عربيه العصير دخلت، وطبعا يعني انا مش عارف الحاج سيد مين. عشان المفروض يا جماعه عربيات العصير ما تخشوا بالمنظر ده جوه الملعب. في فريق قلت لها كده يا كوتش. شتمتها؟ شتمتها ايه بس؟ انا مره واحده لقيتها راحت ماسكه سلسله وراحت خلعها من سلسلها ورميها في الشارع. انت قاعد بتتفرج عليا؟ يا جدع يا جدع، دي ممكن تكون بتضحك ومره واحده فجاه تلاقيها راحت معيطه. وتعمل لك الشويتين دول قدام اي حد، اي حد. يعني مثلا واحد زي توك توك دوت يكون واقف وتقول تلاقيها راحت راقعه ضحك عوالي. عايزين نجدد الجيم يا ريس، الاجهزه دي شطبت خلاص. يا كوتش انا بكلمك في ايه وانت بتكلمني في ايه بقى؟ حرام عليك بقى. الله، مالك عمال تهرب مني؟ انت ناسي اني بيني وبينك ماتش بلاي ستيشن؟ بقول لك ايه؟ شويه كده واجي لك. انا بقول لكل ست تقدري تحتفظي باللحمه اسبوع كامل. عايزه تعرفي ازاي؟ بعد طلب على 10 كيلو لحمه. 12. تلعب امتى؟ اقول للحاج سايق.
زكي ومنير اتفقوا على الماتش يا كبير. في حاجة بقى ضايعة منك؟ لا مفيش أي حاجة ضايعة. بتقول لي ماله بقى اسم منير ده؟ منير اتفق على الماتش مع زكي يا كبير بقول لك. يعني بتفق من ورا ظهري؟ مفيش اتفاقيات من ورا ظهرك ولا حاجة، دول جماعة اتفقوا على الماتش، الماتش مش هيتعب لما الكبير يوافق. يا كبير يا كبير يا كبير. طب هو في ماتش يتلعب غير لما انت تقول يتلعب ولا لا؟ ومين اللي حدد الرهان بتاع الماتش ده يا قلة؟ ولا رهان ولا حاجة، هو الكلام كان على انهم 12 كيلو لحمة والناس مستنية كلمتك. الماتش ده بقى هيتلعب على 22 كيلو، فاهم؟ 10 للي هيفوز واثنين للحكم، وانا عليا كراسي والفراشه والكهرباء. وانت نصيبك كام في المصلحه دي يا حاج؟ العشرة بتوعي يا هلا. وحبيبك اللي مظبط الشغلانه كلها؟ حبيبي اللي مظبط الشغلانه دي كلها ياخد مصلحته من اللي هيكسب، وفارقني بقى عشان ورايا شويه شغل مهمين. نصيحتي اليوم النهارده من محمود صابر مصطفى: من حفر حفره لاخيه وقع فيها. داير ادور عليك من امبارح، كنت فين يا حاج سيد؟ هتتجوزي امتى وتحلي عني؟ لما تتجوز انت الاول. قول لي بقى كنت بايت فين امبارح؟ يا بنت محسساني ليه تملي ان انا متجوز عليكي؟ كنت بايت عند جماعه اصحابي، ما رضيتش اخدك بالليل، بيت وجيت فتحت المحل الصبح، فيها حاجه دي؟ سيبي بقول لك ايه؟ سيبي الحله، ولما اللحمه تيجي هبعتها لك لحد باب البيت. يلا تلحلحي بقى. يا بنت تلحلحي. والله امه ضايعه على اللي هيتجوزك. يا بنت بقول لك تلحلحي. يا بنت تلحلحي. امي بقى. اهداء من منال للحاج سيد. اغنيه قديمه انما حلوه يا منال. شيء مهم جدا جدا للإنسان، فهي مصدر البروتين، والبروتين مهم جدا لنمو الإنسان. مفيش أحسن من أكل اللحم. فتحت الملغي تدعك تدعك لغايه لما تجيب في ده، بس كولي في حاجه تبص تلاقي شعر شنب بيطلع من تحت الجلد، بس يكون شعر صغير مش كبير. وادوا اتفجروا ولا تقلبوها؟ بس يا عم بس يطلع لي شنب. خلص يا العربيه جت لسه. وانت عايز شنبك يبقى شبه شنب ابن بندق؟ هتملك مسامير تعملوا بيها ايه؟ نعم انت هتهرب. سكننا يا عبيط اللي مفكر في الفكره دي. راح فين ياد؟ امك عاوزاني. وحياة امك. طب لو عملت مصيبه تانية هكسر عظمك. ماشي ازيك يا كوتش؟ ازيك يا كوتش؟ بس اوعي وريني كده. اوعي بقى تعالين وريني معاك كده. انا ماشي. فين دي كلمه؟ ده انت وقفت ليه؟ قوم امري. قوم يا بيت. La pelota salió y es saque de lateral. Ningún equipo tiene que darse sin fuerza. انت يا واد ازيك يا رمادي؟ ايه ماله بندق؟ انا عارف وطلع ايه امي معاك. انت يا واد بقول لك ايه، شكل زكي؟ انا لسه شايف زكي من شويه والنبي شكله ده طالب بندق.
لا يا اخي حرام عليك. ماشي شوف خلاص يا عم. ايه ده؟ افتكرتك شغال. ما انا المعمونير. عملت ايه في الماتش يا كوتش؟ انت بتصدر لي الطرشه. بقول لك ايه يا كوتش؟ انا اللي ملزموش ما يلزمنيش. انت فاكرني يعني هنزل اشق منير ده نصين عشان عرفت انه ماشي مع البنت منال؟ انت بتحبها؟ الكلام ده يا منير؟ علي النعمة ما حد مضيعنا غيرك. قصدك مين يا واد؟ لا قصدي الحاج سيد عريبي أبو منال. تصدق وتؤمن بالله أنا ممكن أحرق لك في المحل بتاعه. تصدق بالله إحنا اللي كوركات ونستاهل السكة على قفانا عشان واحد زي ابن الرمة ده يسرق رهان اللحمة بتاعنا؟ ومالك سخنان كده يا واد؟ عشان ما بحبش حد يخوزقني يا منير وافضل ساكت زيك كده. ومين ده اللي مخوزقك يا توكتو؟ الحاج سيد يا عترة. خد يلا خد يلا خد يلا يا ابن الحرامية. خد يلا ولحت في شقة ام غادة وفرحت العربية عشان تسرق اللحمة انت وشلتك يا ابن. اوعى ايدك احسن اللي اجيب لك اخويا. ده انا اللي اجيب لك اخوك. ودي اللحمة دي فين يا توكتو؟ روح نادي الكوتش قول له اخوك بندق ولع في شقه ام غاده فرقع العربيه وسرق اللحمه. مش كده يا واد؟ لا يا منير احنا هناخد منهم اللحمه ونسيبهم بندق وادهم ولادنا برضه. انا كفايه اسيبه روح ومع اللحمه كمان بس يعمل لي حاجه عاوزها منه. شايف بندق دكانه الحاج سيد دي؟ عايزك تجيب لي حاجه منها. اخويا جاي. بلغم ومنير بعتلك كوبايه الشاي دي. انت اللي طلع في دماغك تدهن الاوضه. والنبي لا تقول له يا بلغم. دماغي جابت كده. خد الغسيل اللي خلص ده وروح انشريه. يعني هو الغسيل هيحمض يما؟ كتكوني لي على قلب بعض انتوا الاثنين.
الا قولي لي يما اخويا منير بيدهن الاوضه ليه؟ لا فلوس امه كتير ولا الورث بتاع اللي اتحرق ابوه؟ انا مش هاخر، اجيب السلم بس. فين الغسيل عايز تنشريه يما؟ ما تتاخريش يا بيه. حاضر يما. جايب لك فيلمين نار، حريم كلها متشطفه ونتر. اتلام يا عم بيلعب ساعه. مفيش الكلام ده، امسك بس. ده من اول لقطه في وش كده. اهداء من علا وشيماء لصديقتهم منى بمناسبه عيد ميلادها. على فكره منى هتتم 7 سنين وكلنا طبعا بنحتفل بيها. محمد حسن بيهني الاسطى اشرف على المولود الجديد حماده، والسبوع كمان يومين. سارة ترسل السلام لوليد وبتتمنى له الخير. لا ما هو انا ما بقتش كده غير بعد تاني خلف. بس انت مليانه من تحت يا سعاد. سعاد مش مليانه من تحت، سعاد عندها جناب. ولا انت نسيتي شوقيه قبل الجواز؟ شوقيه ايه؟ ولا قبل الجواز ولا بعد الجواز، طول عمرها وحشه. وحشه؟ ده انت اللي وحشه. يوه ده انا نسيت الطبق بتاعها. يا بنتي يا نادي، خدي يا متولة، كل ما تروحي حتة تنكي حاجة ما تخلي. هتعملي زي سعاد اختي؟ ريحه ايه؟ في حاجة بتحرق؟ انت بتحرقي ايه؟ انت مالك انت يا بت؟ بت تعالي هنا يا بت. انت مالك انت يا بت؟ انا بحرق ايه ولا بحرقش؟ انت خليكي في حالك. ايوه يا عم مروقة انت نفسك. مروقة ايه وزفت ايه؟ ده انا يا دوب بس وضبت حواجبي. ايه فيها حاجة دي؟ وضبت حواجبك؟ ده انت رجلك بتلمع. ماشي يا منيل. يا نهار اسود بت، انت مش جبتي الطبق يا بت؟ روحي اتكلي على الله يلا. انا يا بت خالتي نفسي اوضب حواجبي بس. بقول لك ايه يا بت؟ انا مش عايزه مشاكل مع اختك. ماشي عارفه شفت مين؟ شفت زكي. ونامس شايفه زكي مع البنت هند بنتيحة الحلاق. وضف حقي بس. ايه القرف ده؟ جرايه يا بنت انت؟ عاوزه تشتغلي بلانه على اخر الزمن؟ ده ايه الجنان اللي انا فيه ده؟ انا مش فاهمه، وفي حد جه جنبك؟ يعني عايزه تفتحي بيت الحلاوه وعاوزاني ابلع جزمه واسكت؟ خلي عندك دم. على فكره دي مش اول مره، بس انا اول مره اشوفك متعصب بقى قوي كده. خلاص بقى، لما يبقى لك بيت بيعملي فيه كل اللي انت عايزاه، ان شاء الله حتى تفتحي كرخانه. ده ايه القرف اللي انا فيه ده؟ ورحمه امي من الحلاوه اللي قلبك عليا كده، اكيد في حاجه تاني. عيب اللي بتعمليه انت والعيله الصغيره ده، عيب. جرايه يا حاج سيد. انا فايل مكفيني، مش ناقصك، مش ناقصك انت كمان، مش ناقصك. طب ما تنورني. الموبايل بتاعي ضاع مني، وعفاريت الدنيا بتتنطط قدام عينيا. ابعدي عني السعاده يا بنت، ابعدي ابعدي. ماشي هي مش هتلاقي الموبايل اللي بتدور عليه. اهلا. ايه بقى ان شاء الله الهباب اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ايه مش عاجبك؟ مش احسن بالبنت اللي انت كنت ماشي معاها بنت يحيى الحلاق؟ شهندة؟ انا لا شفت شهندة ولا قابلتها. يا حبيبي صعبت عليا. امال كنت ماسكين ايد بعض ازاي؟ مين فين امتى الكلام ده؟ استعب ما تستعبك كمان. استعبط. استعبط مين؟ مين اللي قالك الكلام ده يا بت؟ استغفر الله العظيم يا رب. منال ما تلميش علينا الناس. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ بعيط على بختي الاسود المنال بستين نيلة. انا مش عارفة ايه اللي عاجبك فيها، والنعمة دي ماشية مع كل شباب المنطقة. شهندة مين يا بت اللي انا بصلها دي يا بت؟ تتجننتي يا بت؟ اتجننتي ولا جه في دماغك تربانة ولا ايه؟ هتشوف التربانه لما اروح اجيبها كده من شعرها قدام باب بيتها واحطها تحت رجلي ومرمط بكرامه اهلها الارض. جاتكم القرف انتوا الاثنين. والله العظيم ثلاثه لا شفت شهنده ولا قابلتها. ها منال ما تطلعينيش من هدوم، انا فايل مكفيني.
ده انت عشتك بقى التكفر. انا اللي طلعت من هدومي. لسه متخانقه مع ابويا دلوقتي في البيت خناقه رب السما. ليه؟ تليفونه يا اخويا ما تفهمش ضاع ولا نسيه في حته ولا ايه من ساعه الموضوع ده وهو مش طايق نفسه. طب وتليفونه ضاع ليه طيب؟ وقع منه؟ بقول لك يا منال، انا نفسي فيكي. زكي وغير كل ذا المعجزات كتير عندك، مثلا البقر اللي ولدت كلب. احنا ما نملكش حاجه خالص، حد يقدر ينكر؟ مساء الخير. اتحدى بقى واحد ينكر. مساء الخير يا منال. معرفين الحاج سعيد؟ جيت ما لقيتوش، قلت رايح رجلي شويه. وفي الطبيعه اشكال غريبه من الكبار. ازيك يا مهند؟ كله رضا. احنا مثلا نقدر نصبر على مهند ازاي يوم كويس، لكن العطش ما نقدرش نصبر عليه ابدا. حلو الحمد لله. مالك؟ معايا صداع بعيد عنك مش بيخليني افتح عيني. خدتي له حاجه ولا لا؟ والنبي خدت له لما تهريت، مفيش فايده. انا مش عارفه الراجل ده بيختص بيروح فين. انا هقوم اشوف الحاج سعيد. في كليم طارئ او اتسرق، احنا ما بنظلمش حد من بيت الاستاذ مجدي. اللي يلاقيه او يعرف حاجه عنه يبلغ الاستاذ مجدي. وفي حصيره بلاستيك راحت من بلكونه ام يحيى، وبعد بكره كاتب كتاب بنت الحاج فتحي على سامح ابن سند العلاف. انت اللي جابك هنا يا بنت؟ انا دايره ادور عليك. يلا يلا روح على البيت. ام هند مستنياك في الدكان. الناس واعين في بعض على ميعاد الماتش يا كبير. ناس بيقول لك النهارده وناس بيقول لك بكره العصر. بقول لك ايه؟ انا مش فاضي لعب العيال بتاعكوا ده. انزاح. الناس مستنيه راي الكبير يا كبير. طب ولازمتها ايه الحوجه لكل ده جرى انت؟ خبر ايه يا زكي؟ ما الراجل قال لك انه شايل الليله. حاج سيد بص يا كبير، الناس كلها قدامك يا قبل ما يقع قتيل الليله دي. يا عم ما قلت لك شايل الليله كلها، عايز تلعب ولا هتحرم وتروح؟ طب ما ناخد راي الكبير. بص يا كبير، منير عايز يلعب ماتش التحدي الليله دي، وزكي عايز ياجله لبكره. وفيها ايه يا منير لما تلعب الماتش بكره؟ على الاقل نلعب في النور بتاع ربنا. انا طالع في دماغي العب الليله دي، وشايل مصاريف الليله كلها من نور لكفه شيء، كله من جيب العبد لله. يعني الكابتن جاي كده على الجاهز. تصدق ان انت عاوز اللي يجيبك ويطلع يا كوتش؟ عيب. الله الله، خبر ايه يا جدعان؟ ما نحترم نفسنا، احنا في حضر الكبير المنطقه. يا عم ده ماتش كوره مش مصارعه، اقعد لنا في جنب كده انت والنبي. خلاص يا كوتش خلاص، انت كده وريتهم الرجوله، سبع رجاله في بعض. ما تحترم نفسك يا انت وهو، واقفين في الشارع ولا ايه؟ اسمع بقى منك ليه، شغل الصاي والعطليه ده ما ينفعش معايا هنا، لان انا هنا كبير المنطقه. وكان يا حبيبي معاك قرشين محيرينك، ما تروح تصرفهم على امك وعلى اختك، انما انا مصاريف الماتش متكفل بيها من الاول للاخر، فراشه وكراسي وكهربا. اتكل على الله وتجيلي بعد ساعه تجيب الفرقه بتاعتك وتيجي تلعبوا الماتش ده ورجليك فوق رقبتك. لا يا حاج سيد لا، انت كده مشيت كلمته. كلمه مين يا زكي؟ ده عيل صايع ملوش كلمه. خلاص يا زكي، ما فرقتش النهارده من بكره. توك توك، تروح للواد رفعة الكهربائي، وتعدي على ابو نبيل بتاع الفراشه، وتعدي كمان على الاستاذ صدقي عشان يجي يحكم الماتش. صدقي بنته بتطهر. قول لابو هبه احسن من صدقي. بقول له كيلو لحمه على التحكيم. الازرق هو لون الحزن، والاحمر
برنس يا مقطع الديفنس، هي دي الحلاوه دي اكلتهم يا ابن الايه. لو صاحبك كان قاعد على المكتب بيهور اللي عاملين فيها ابو السباع. لا بس اسمع، لولا العبد اللي انا جاك من ايد الكوتش كان فرط سنانك. راح فين ياض؟ راح نادي الواد رفعت الكهرباء. تصدق وتؤمن بالله كانت واقفه في زوره اقول للحاج سيد كو كو وا وا كو كو وا وا كو وا وا كو كو وا وا. عربية الحلويات وصلت، الحلويات وصلت. ولا شيطان وزك من امتى هبدت بجح فيه؟ وانا اقدر ابجح في مدير المنطقه. ابعد عن الكوتش اللي هيقتلك. محدش يقدر يعمل لي اي حاجه طول ما انا في حمايه القبضايه الكبير بتاع المنطقه الحاج سيد. انا بتاعك يا حاج سيد، انت بس اللي مش شايف. بص يا منير، اخرك معايا الماتش ده، كسبت خسرت هتاخد نصيبك وتخلع من نفوخي. ليه كده بس يا حاج سيد؟ انت ليك عندي مصلحه، محدش هيخلص لك خير. منير، امك بتقول لك سبب عربيه الحلويات كل مره بروح له مش بيديني التمرين بتاعي كامل. هات انت بقى العين ده اللي عليها الفيلم اللي انت بتدور عليه. كفايه اجيبها لك دلوقتي وانت واقف مكانك. بس بشرط نلعب الماتش، خسرت انا تاخد العين، لو انت كسبت برضه هتاخد العين، بس انا هاخد منك. انا اديك انت بنتي؟ ما جاي الزكي هو اللي يكسب. وحياه امي يا حاج سيد، الموضوع ده هيفضل سر بيني وبينك، مفيش مخلوق فيكي يا منطقه هيعرف، ولا حتى منال. انت مستند لامي صح؟ بس والله والله العظيم يا حاج سيد انا بحبك. محبش كبير المنطقة يتفضح قدام الناس. صلي على النبي بقى كده ووافق. والنبي لا توافق، فأنا لسه مبيض الأوضة وبقيت سوبر لوكس. قلبي أبيض يا حاج سيد وشاري منال. العدة بعد الماتش هتكون في جيبك. ولا روح هات كرسي للحاج سيد. مالك يا حاج؟ ما انت كنت واقف وزي الفل، في ايه؟ الواد ده قال لك ايه؟ وحط امه راح بهدلهولك. ما تتكلم يا حاج. الموبايل بتاعي اتسرق مني وقال لي حاجه تخصني. الواد منير عايز يغير الرهان. يعني ايه؟ دكتور خمسه تحدي جدع كوات الغمره دي متكاتب اربع امل. عمك توك توك يا ابن ما تقابلني بالامل بتاعك. توك توك ثلاثه جدع محمود جدع. احب اقتله لك ايوه عشان تفضحني. ربنا يسترني وانت عايز تفضحني.
الواد قاهر بقى قتل عشان كل اللي في الحته يعرف التين ومين اللي زارعه. ومين عارف مش جايز الواد زكي يكسب ويسترني؟ ماشي وجايز يخسر يا حاج. وزت شطار. اتفضل يا حاج سيد. اسال بنتها ايه؟ كانت قاعده كويس وزي الفل، قامت كبت على نفسها جايز قال ايه عايزه تولع في نفسها، وحياه بنتي وزت شطار. روح اعمل لنا حاجه نشربها. تعالي يا هند.
تعالي عشان تجيبي لي باكو شاي. وبعدين هتفضحينا ولا ايه؟ انا قايله لك ما تصورش، انت ما سمعتش الكلام. صدقي بالله انا استهدف بالصورة اني قلت لك ان الموبايل ضاع مني. انا قلت لك اروح فين واجي منين بس يا رب. الموبايل هيجي يعني هيجي، وانا كلمتي واحده، اللي لادي بعد الماتش الموبايل هيكون معاكي وانت اللي هتحرقيه بايديك، ايه رايك بقى؟ بعد ايه؟ بعد ايه ما اللي جاب شاف واتفضحت يا اخويا اتفضحت. ايه اللي جايبك هنا السعاده يا بنت؟ امشي امشي، روحي اتفرجي على الماتش امشي. وابوكي فين؟ ابويا في البيت. حاج سيد عشان الماتش الناس بتتخانق فيه وبيزعقوا في بعض. هي مش هتنام ولا عينيها تشوف النوم الا لما انت تيجي تاني. انا عارف، تعالى تاني يا حاج وحضر لك حجرين محس. منير يا ضرب الجزاء
Thank you.